الله وبركاته. فيديو جديد وان شاء الله هوديكم مكان النهارده اسمه مستر اكس. هو محل ملابس رجالي مقاسات خاصه. هنشوف كده الاسعار عنده وعامل لنا عروض وتخفيضات جامده جدا. اشتري قطعتين والثالثة هديه او اشتري ثلاث قطع والرابعه هديه. وعامل تخفيضات كمان لاي حد هيجي تبع القناه 10% و30% كمان على بعض المنتجات. هنخش كده نتفرج مع بعض. هو عنوانه هو اسمه مستر اكس. مواعيده كل يوم من الساعه 12 للساعه 12 ومفيش ايام اجازه. هو احنا فين؟ احنا في محطه المساحه جنب ايتوال. ايتوال هناك اهو. وورانا اللي هو كارينا. احنا هنا في محطه المساحه اهو يا جماعه. مستر اكس تحت كوتونيل وتحته انفاسه عطور. هنخش كده من الدخله من باب العماره اللي هو الازرق ده. هي الدخله من هنا كده. هو تطلعوا بس درجتين سلم مش اكتر من كده. هنخش ونشوف العروض والاسعار والتخفيضات والموديلات الموجوده عنده. ويا ريت ما تنسونيش في تفعيل زر الجرس والاشتراك واللايك. ونخش نتوكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص بقى يا جماعه احنا داخلين اهو على المحل. هنشوف بقى العروض والخصومات اللي هم عاملينها معانا مع الاستاذ ابراهيم والاستاذ عمرو. نخش كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ازيك يا استاذ ابراهيم؟ عامل ايه؟ معلش احنا هنتعبك النهارده معانا شويه كده. كنا عايزين نعرف المقاسات اللي عندك البيك سايز والاسعار كده والخامات المتوفره عندكم في الفرع. عندنا بناطيل وعندنا تيشيرت وعندنا قميص وعندي شورت وعندي شوز وعندي حزام. عندي كل حاجه باذن الله. طب نبدا كده بالتيشيرتات ولا راي حضرتك ايه؟ مفيش مشكله. ماشي. انا عندي موديلات تيشيرتات هنا. عندي راوند وعندي حاجه لياقه برضو. عندي حاجه زي كده مثلا في منها ثلاث الوان. تمام. حاليا عاملين خصم. اشتري قطعتين وعليهم قطعه فري. الله، يعني ياخد قطعتين والثالثه هديه. تمام. يعني مثلا لو القطعه عامله مثلا 250 بياخد قطعتين ب 500 بقى الثلاثه واقفين ب 500. تمام. القطعه عامله حوالي 160 جنيه. تمام. ده بعد 250. تمام. تمام. وعندنا برضو على القميص نفس الكلام. قميص نص كم. قميص برضو زي كده في منه لونين، لون ابيض ولون كحلي. وعندنا برضو تيشيرت بولو زي كده في منه ثلاث الوان. تمام. الاسود واللون النبيتي واللون الاصفر. تمام. وفي كذا. ننتقل على حضرتك كده نتفرج على الموديلات والمقاسات. يعني لو بدأنا بالتيشيرتات اللي حضرتك مسكتها في الاول كده. مفيش مشكله. اصغر مقاس واكبر مقاس فيها ايه يا فندم؟ عندي مثلا حاجه زي كده 1 اكس لغايه 6 اكس. تمام. ده تمام. التيشيرت عندي برده في القميص من 1 اكس ل 8 اكس. تمام. تمام. حاجه مثلا زي كده. دي مثلا 6 اكس. مقاسها كبير جدا. دي بيك سايز. دي بيك سايز مقاسه. وكمان في 7 و8 من موديل تاني. تمام. طب دي لو هياخدها لوحدها هتبقى عامله كام؟ دي لو هياخدها لوحدها برده ممكن نعمل له عليها خصم 10%. طب ممكن ياخد عليها قطعه عاديه قطعه كمان ويبقى هيبقى في قطعه عاديه قطعتين. تمام. وعليهم قطعه عاديه. تمام. نفس الكلام برده القميص النص كم. تمام. وعندي برده على الشورت هنا. الشورت ده عندي ب 300 جنيه. تمام. وعليه خصم 20% 240. تمام. في منه الوان تانية؟ في منه الاسود تمام. تمام. وفي منه الكحلي. تمام. وده اكبر مقاس فيه ايه؟ ده اكبر مقاس فيه 52. يعني بيك سايز برضو. بيك سايز. عندي برضو بنطلون لغاية 60 ولغاية 70. تمام. نشوفهم بعد اذنك. احنا عايزين نهتم النهاردة بالمقاسات الخاصة لان في ناس كتيره جدا بتدور على المقاسات الخاصه مش بتلاقيها. عندي حاجه زي كده مقاس 54. تمام. تمام. مقاس 54. في برده حاجه اكبر. في حاجه لغايه 60 وفي حاجه لغايه 62. طب ده سعره كام يا استاذ ابراهيم؟ سعره 340. 340. تمام. هيبقى عليه خصم ولا ده مش متوفر عليه الخصم؟ ده مش متوفر عليه خصم حاليا. تمام. عندي برده حاجه زي كده. ده 56 برضو. تمام. وعرض برضو حاجه زي كده نفس السعر برضو. ده 320. 320. اللون ده جميل قوي اللي هو الكحلي. بلو بلاك صح كده. تمام. وعندي حاجه زي كده 66. عندي المرحله الاولى بتبدا من 40 لحد 50 ده 300 جنيه. وعندي المرحله الثانيه من 50 ل 60
ده ب 320، من فوق ال 60 ده 340، ده 66. ما شاء الله ناس كبير قوي قوي. ايه ده؟ اه كمان في اكبر فيه 72 بس هو متوفر حاليا. بس أوه. لو الجست جه وطلب بنكلم الفروع وبنشوف الفروع المتوفره عنده وبيحضر خلال يوم او اتنين باذن الله بيجي يستلم. طب احنا ممكن نعرف من حضرتك الفروع بتاعتكم فين؟ احنا لينا فرع هنا في فيصل اللي هو ده، تمام، في المساحه بجوار ادوال، تمام، وفرع في شبرا الخيمه، تمام، في محطه الفيلا، وفرع في شبرا مصر قدام امام اسم الساحل. تمام تمام ماشي. عندي برضو شورت جبردين حاجه زي كده، برضو مقاسه كبير قوي. ده اقل مقاس كمان، ده مقاس 40، انا عندي لغايه 52 فيه. ده سعره كام؟ ده سعره 220 240 تمام. مفيش برضه عليه خصم ولا حاجه؟ لا، اللي عليه خصم اي شورت او اي حاجه عليها خصم 10% باذن الله. تمام، يعني اي حد يجي تبع القناه يوميات ام اساف استاذ ابراهيم هيدي له خصم 10% على المشتريات بتاعته باذن الله. وغير كده في كمان العرض اللي هو تيشرتين والقطعه الثالثه فري. تمام. وكمان الشورت ال 300 جنيه عليه خصم 20% واقف على 240 تمام. ولو اشتريت قميصين نص بتاخد عليه برضو قطعه فري. طيب. تمام. عندي حاجه زي كده برضو، عندي حاجه زي كده 8 اكس واو تحفه شيك قوي. ده في منه 3 الوان، في منه كحلي كمان. جميل قوي، شكله حلو قوي. ده سعره كام؟ ده سعره 260 وعلى بعد الخاص 200 جنيه. 200 جنيه تمام. وبرضو لو خدت قطعتين منه ممكن اخد الثالثة هدية؟ ممكن اخد الثالثة هدية. طيب بصوا يا جماعة الوانه، طب معلش حضرتك ممكن تشاور لنا على الالوان كده. الابيض وايه تاني؟ الابيض تمام. وعندي منه البرتقاني كمان. تمام، هم تمام؟ دول بس المتوفرين. وعندي برضو من ده، من الموديل ده الاصفر والكحلي. طب نشوف الموديل ده لو هنتعب حضرتك معلش. عايز مثلا نجيب المقاس 8 اكس. ده اكبر مقاس فيه 8 اكس. ما شاء الله حاجه زي كده. طبعا عمرو هيطلع برده عينه في تطبيق الحاجات دي. معلش هنتابعك معانا يا عمرو، معلش حقك علينا. ربنا يديك الصحه حبيبي ويوسع عليك. طيب ماشي. عندي برده قمصانكم حاجه زي كده. دي اصغر مقاس فيها كام؟ دي اصغر مقاس، دي 1 اكس، عندي لغايه 8 اكس. ما شاء الله. دي سعرها كام؟ دي سعرها 380، ولو حضرتك من تبع القناه ممكن يعملوا خصم عليها 10%. طب كويس. تمام. طب في اللي هي بيبقى تحتيها تيشيرت دي برضو كويسه قوي. دي ده موديل احنا عاملينه، التيشيرت ده لوحده والقميص ده لوحده. تمام. هو انتوا عندكم مصنع اصلا؟ تمام. تمام. هو انتوا اللي بتصنعوا الحاجه دي يعني؟ تمام. وفي برضو عندنا اونلاين. ولو جست جه خد حاجه مثلا لوالده لاخوه الكبير، ممكن لو الحاجه قاسها وجاتش على قده ممكن يرجعها لنا ونديله نستبدلها له او يرجعها. يعني في امكانيه للاسترجاع المبلغ او تبديل المقاس. تمام. وده طبعا احنا واثقين من كده لان الجست بياخد الحاجه بيبقى متاكد ان هو مش هيرجعها. طبعا طبعا تمام. عندي برده هنا قناطيل ميلتون. برده ده 1 اكس، عندي لحد 8 اكس. ده جميل قوي قوي. عندي منه الكحلي ومنه الجراي ومنه الاسود. الجيوب بتاعته سوست والفران، الجيوب بتاعته سوست وكمان والرجل من تحت مقفله باستك. طبعا دي احسن حاجه طبعا. عشان الميه والوضوء وكده. تمام. شكله حلو جدا. ده بكام ده؟ ده ب 320. تمام. وعليه خصم برده 10%. تمام. والوانه ايه يا باشمهندس؟ الوانه الكحلي ده تمام، والفراني تمام، واللون الاسود تمام. افتحوا لنا معلش، مفيش مشكله. اللون الاسود. الله، الاسود جميل قوي قوي في الجري. جميل. حضرتك زي ما قلت كده متوفر منه الاسود والكحلي والرصاصي والجري. تمام. والمقاسات لحد 8 اكس صح كده؟ تمام، لحد 6 اكس. ولو برده الجست مقاسه 8 ممكن نوفره له باذن الله. تمام. تمام. تسلم يا رب، تحفه بصراحه. طيب ايه تاني مقاسات خاصه متوفر عند حضرتك؟ عندي برده شوز مقاس لحد 50. طب نشوف كده الاحذيه يا جماعه. عندي حاجه زي كده، دي حاجه مستورده جميله جدا، الجست بيلبسها كانه مش لابس حاجه. تمام. دي عندي منها برده الوان، عندي حاجه زي كده تمام، وعندي منها اللون ده تمام، وعندي منها اللون الاسود برده. اللون الاسود بتاعها تحفه برده. طب انا هقرب لكم كده بس من المنتج عشان اشوفه. بصوا اهي، تعالوا بصوا في الاضاءه كده. جميله قوي بصراحه، خامتها حلوه قوي. دي حاجه مستورده. جميله. دي سعرها 430 تمام. في برده عندي حاجه مصري بس مصر نضيف برده تمام. عندي حاجه زي كده، دي في منها 3 الوان تمام تمام. عندي منها الكحلي والاسود.
دي سعرها 320. 320 تمام. عندي برضو كوتشي جميل جدا نيو بالانس. نيو بالانس ده برضو كوتشي شبابي جميل جدا. وعندي برضو حاجه زي كده. تمام. طب نقول كده الاسعار معلش يعني نشاور كده. الكوتشي عندي مثلا حاجه مستورده 430. 430 اكبر مقاس فيه. اكبر مقاس فيه 50 باذن الله. 49 50. عندي كوتشي 50 يا جماعه 50 اكبر مقاس فيه 50. عندي حاجه نيو بالانس تمام. عندي برضو حاجه مصري نايك برضو بس خامتها ماتيريال حلوه يعني. تمام. كل دي مقاسات خاصه. كل دي مقاسات خاصه 320. وعندي برضو شوز جميله قوي. الشوز دي تحفه حاجه زي كده. صيفي. جميله قوي لونها حلو قوي. دي ممكن يلبسها على القميص على بنطلون جبردين. طيب. حاجه اشبه بالفورمال شويه. سعرها كام؟ دي سعرها 350. ودي سعرها 300 جنيه. 300 جنيه برضو اكبر مقاس فيها. اكبر مقاس فيها 50. ده اقل مقاس. تمام. واللي جنبها دي نفس الكلام برضو. دي اللون العفوان بتاعها. تمام. وعندي برضه اللون الجملي. الله دي جميله. اللون الجملي تحفه جدا. بحب اللون ده. تمام. يعني مثلا لو جبت حاجه زي كده بصوا كده الطقم ده اهو على بنطلون اسود. طبعا الاضاءه مش مساعدانا شويه. بصوا هتبقى تحفه. هتبقى جميله قوي قوي. برضه نجيبها في الاضاءه هنا شويه عشان نوريها لهم. بصوا الطقم ده هيبقى جميل قوي قوي على تركيبته. حلو جميل قوي. قلنا الشوز سعرها كام؟ الشوز سعرها دي 300 جنيه. تمام. وده القميص اللي احنا كنا شفناه في الاول. ده سعره 380. وكمان لو جيت تبع القناه عند حضرتك تمام خصم 10% باذن الله. باذن الله. ربنا يبارك فيك يا رب. يا رب. طب نشوف ايه تاني. معلش هو في حاجه لفتة انتباهي. دي مقاسات خاصه برضو. دي برضو مقاسات خاصه. الستايل ده جميل قوي انا بصراحه بحبه. تمام. عندي برضو ده قميص مشجر. ده 7 اكس. تمام ما شاء الله. ده سعره كام؟ ده سعره كل 380 باذن الله. 380 10% لو جه قناه تبع حضرتك. تمام. وفي منه اللون الجراي. وفي منه اللون الابيض. في منه الالوان اهي يا جماعه الرصاصي والابيض. تمام. وعندي برده حزام مقاسات كبيره. طب وده برده نفس اللي هناك. ده برده مقاسه برده في حد 8 اكس. حلو قوي الستايل التيشيرت مع ال تمام. وعندي برده اللون الجميل ده برده. ده مش تحتيه تيشيرت ولا حاجه صح؟ احنا بنحاول بنركب نيجي. بنركب له تيشيرت. عايز تيشيرت على القميص بنوفر له ده على ده. عايز تيشيرت لوحده وعايز قميص لوحده موفرين للجست كل حاجه باذن الله. باذن الله. تمام. ربنا يوسع عليكم. طب ايه هتفرجنا على ايه تاني يا استاذ ابراهيم؟ ممكن كمان لو موفر برده للعميل احزمه عندي مقاسات كبيره. الله جلد بقى؟ جلد طبيعي باذن الله. ها حاجه زي كده. تمام. وكمان في حاجه اكبر من كده طويله قوي. طبيعي. سعرها كام؟ دي سعرها 145 باذن الله. 145 عليها خصم برضو ولا ممكن يبقى عليها خصم 10% لو جه قناه تبع حضرتك. برضو عندي تيشيرت سمر. التيشيرت ده جميل جدا. شوف كده خامته ايه؟ خامته جميله قوي. ولون النيبيتي بتاعه جميل. تمام. اكبر مقاس فيه ايه يا استاذ ابراهيم؟ اكبر مقاس فيه 6 اكس. تمام. سعره كام بقى؟ ده سعره برده ده سعره 270 وعليه خصم 10%. ولو خد معايا قطعه كمان بياخد معاه قطعه عاديه. طب حلو جدا والله يا جماعه. 270 ممكن بعد الخصم ياخد 220 230 جنيه. تمام. وعندي برده قميص زي كده. الله جميل قوي اللون ده. بصوا يا جماعه اللون ده تحفه ما شاء الله. حاجه زي كده. ده برده فيه حد 8 اكس منه. ده عندي منه اللون ده. تمام. واللون ده الجري ده برده تحفه قوي. تمام. وعندي منه برده اللون الاحمر. جميل جدا. ثلاث درجات جمال جدا. تمام. بصوا هقرب لكم برده منهم كده وهم مطبقين. بصوا ادي الاحمر وادي الجراي وادي الكحلي تحفه. عندي برده بكام ده سعره يا استاذ ابراهيم؟ ده سعره برده اقول لحضرتك السؤال ده سعره 380 وبرده عليه خصم 10%. طيب واكبر مقاس فيه ايه؟ اكبر مقاس فيه اللي هو 8 اكس. 8 اكس. 8 اكس حاجه زي كده. الله جميل قوي قوي قوي. تمام. بنوفر برده للعميل هنا بناطيل جبردين تمشي مع قمصان. وعندنا شوز برده تمشي مع القمصان. بنحاول نوفر للعميل طقم بحيث انه يبقى خارج مبسوط. تمام. جميل قوي. طب دي التيشيرتات اللي فوق دي اللي هي النبيتي دي. الخامه دي انا بحبها قوي. دي لا لا اللي تحت دي معلش. دي ايوه دي. دي التيشيرتات بولو. دي اكبر مقاس فيها كام؟ دي اكبر مقاس فيها 8. دي 4 اكس. دي 4 اكس. لكن في 8. في 5 وفي 6 وفي 7 وفي 8. دي سعرها كام؟ دي سعرها 260. 260 ومعانا برضو في داخله في العرض بتاعنا تيشيرتين وعليهم واحد هديه. تمام.
تمام جميله قوي. طب وديت احنا ما شفناش التحفه دي. ده تيشرت جميل جدا ده أوي. بسم الله ما شاء الله يعني قوي. تيشرت جميل قوي ده 290 برضو. لو اشترى عليه قطعه بياخد قطعه هديه كمان. تمام ممكن نعمل له عليه خصم كمان 20% بيبقى 220. طب معلش نشوف اللون اللي في النص ده. نشوف اللون بتاعه. اللون ده جميل قوي. ده احلى لون. بص اللون ده مش عارفه واضح في الاضاءه ولا لا. برضه اللون ده الله جميل جدا جدا. واكبر مقاس فيه كام يا استاذ ابراهيم؟ اكبر مقاس فيه 6 اكس باذن الله. 6 اكس تمام. يعني يلبس عرض كام 6 اكس ده؟ معلش يعني مثلا يلبس عرض من 75 لحد مثلا 82. 82. طب عندكم ممكن توصيل يعني ممكن عن طريقكم؟ في اونلاين في عندنا على البيج موجوده اسمها مستر اكس. تمام تمام. في موجود لكل فرع. لو حضرتك قريب من فرع فيصل بتتصل بفرع فيصل خلال يوم او اتنين بيكون الحاجه عند حضرتك بالمندوب. تمام تمام. توصيل الشحن 50 جنيه بس. لو الحاجه ما عجبتكش ممكن ما تشتريش وتدفع مصاريف الشحن بس. تمام. وطبعا عشان احنا متاكدين ان الحاجه بتوصل للجسد وبياخدها وبيطلع بيها. تمام تمام. وطبعا حضرتك انا اسفه هو بيقيس بالمزوره في البيت ممكن مثلا بيديني لو اتصل بيا بقول له سعر المقاس الصدر كام وانا هنا ببقى عارف مقاس الصدر على مقاس القطعه. تمام. وبدي له 3 مثلا مقاسه بيبقى 4 انا بدي له 3 و4 ببعت له بدل القطعه 2 بحيث السريع في 3 خدها ما خدهاش بياخد الاربعه. طب ده كويس جدا يا جماعه. طيب يعني في توصيل لحد البيت اهو. تحفه تحفه. طيب هنستاذنك ناخد بقى الرابط وهسيبه لكم في صندوق الوصف بحيث ان انتوا تقدروا تدخلوا وتتواصلوا معاهم وتشتروا المنتجات بتاعتهم. احنا هنا فاتحين طوال ايام الاسبوع من الساعه 12 للساعه 12. تمام تمام. مفيش يوم اجازه. مفيش يوم اجازه باذن الله. طيب تمام. نكمل بقى بقيه المنتجات اللي عند حضرتك. عندي برده هنا شورت جبردين حاجه زي كده. تمام. ده برده 240 وعليه خصم كمان 20%. تمام. وممكن تشتري قطعتين وتحصل على قطعه هديه. تمام. ده اكبر مقاس فيه كام؟ ده الكحلي ده اكبر مقاس منه 50 ولو فيه اكتر من 50 العميل بيقيس بالمزوره ممكن نجيب له المقاس اللي هو حضرته عايزه. تمام تمام. وده برده عندي منه ده تحفه جدا. اللون ده تحفه جدا جدا. الله فعلا جميل. طبعا هو مش باين من الاضاءه هو جراي كده صح كده ولا ده بيج؟ ده جراي. جراي ممكن بقى يلبس مثلا حاجه زي كده عليه. هتبقى جميله جدا. جميله جدا جدا. بنوفر له هنا بحيث ان تاخد طقم كامل على بعضه متناسق مع بعض. مصيف جستي خارج جستي راح يقرا فاتحه بنحاول احنا نجهز له طقم على قد المناسب. صح كده تحفه بصراحه. طيب نشوف بقى التيشيرتات اللي فوق دي ناخد فكره كده عنها سريع. عندي التيشيرت بولو ده التيشيرت بولو ده منه 3 الوان. تمام. في اللون ده برضه اكبر مقاس فيه 6 اكس وفي اللون ده برضه جميل جدا. بنحاول هنا نوفر ده. ما انا فاهمه الوان غامقه صح صح. لو جه بيبقى عايز مثلا الوان فاتحه يبقى صح. عايز الوان غامقه بيلاقي حاجه زي كده برضه الوان غامقه. والعميل ما بيحبش الالوان الاحمر وكان ده عندي حاجه زي كده اسود في جراي. تمام. برضه جميل جدا. تمام. ده سعرهم كام يا استاذ ابراهيم؟ سعرهم برضه 320 وعليهم والقطعه عليها خصم 20% واشتري قطعتين عليهم قطعه هديه. تمام. واكبر مقاس فيهم؟ اكبر مقاس فيهم 6 اكس. 6 اكس. طب تمام. ايه تاني هنعرضه عند حضرتك؟ عندي برضه تيشيرت بنجلين زي كده. الخامه دي جميله جدا. وعندي منه اللون جدا. ده اكبر برضه مقاس فيه 6 اكس. 6 اكس. تمام. و8 اكس. و8 اكس يعني متوفر منه المقاس البيك سايز الكبير. ده سعره كام؟ من 81. ده سعره 240 وعليه خصم 20% ولو اشتريت قطعتين مره بتاخد قطعه هديه. اي تيشيرت نص كم واي قميص نص كم بتشتري قطعتين وعليهم قطعه هديه. تمام تحفه. طيب بالنسبه للبناطيل اللي هي شداني قوي البناطيل دي اللي هي من تحت. جميله قوي. هو ده ايه بنطلون ولا برموده؟ بنطلون. اللون ده جميل قوي قوي. ده سعره كام؟ ده سعره 300 جنيه. تمام. واكبر مقاس فيه؟ اكبر مقاس فيه 50. 50. ولو جست برضو بيقيس اكبر من 50 بنتواصل مع بقيه الفروع وخلال يوم او التاني بيكون موجود باذن الله. طبعا هم مديين العرض ده لان هم عندهم مصنع فبينتجوا فما عندهمش مشكله خالص في المقاسات. تمام تمام. طيب واللون التاني اللي هو الازرق ده جميل قوي. هو الكحل شويه. جميل قوي. الخامه بتاعته حلوه تقيله. جميل جدا. ده برضو اللون ده جميل جدا. ممكن يلبسوا مثلا على تيشيرت نص كم قميص نص كم قميص ابيض مثلا حاجه زي كده. انا عاجبني قوي الستايل ده. حلو قوي قوي. تمام تمام. طيب بالنسبه بقى لشورتات البحر متوفره عند حضرتك؟ متوفر عندي برده شورت بحر. تمام. متوفر في البيك سايز. تمام. عندي حاجه زي كده عندي تشكيله كبيره جدا. ايوه عندي حاجه متوفره زي كده
تمام. مثلا دي اقل مقاس عندي لغايه 6 و7 اكس. تمام. ده سعره كام يا استاذ ابراهيم؟ سعره كمان 160 واشتري قطعتين وعليهم قطعه هديه. تمام. لو اشتريت قطعه واحده عليها خصم 30%. الله جميل. تمام. جدا. ده سعره كام قلت لو هياخد قطعه واحده؟ اه وعليها خصم 30%. 30% ولو اشتريت قطعتين. تمام. بتاخد قطعه هديه. وده كمان اللون الثاني منه. تمام. مشجر ده لون تحفه برده. تمام. احنا مش هنطلع بقيه بقى الاشكال والرسومات عشان ما نطولش عليكم الفيديو. تمام. شوف بقى دلوقتي تيشرتات كات مع استاذ ابراهيم كده يقول لنا اسعارها والموديلات والالوان. عندي برضو هنا تيشرت كات. تمام. عندي منه 3 الوان. تمام. اللون ده. تمام. ده 1 اكس. الله. تمام. ده فيه لغايه 8 اكس. ده ب 190 جنيه وعليه خصم 20%. تمام. تمام. يعني ممكن يقف على 100-150 جنيه 140 جنيه. دخلته ايه قطن؟ دخلته قطن 100% باذن الله. تمام. تمام. ولو اشتريت قطعتين عليهم قطعه فري. تمام. واكبر مقاس فيه؟ اكبر مقاس فيه 8 اكس. عندي حاجه برتقالي جميله جدا برضو. تمام. اه ده العميل بيشتري قطعتين وعليه قطعه فري. تمام. تمام. حلو جدا. عندنا برضو اللون الابيض منه. اه جميل جدا برضو اللون ده. تمام. تمام. عندنا 3 الوان، اللون الابيض واللون البرتقالي واللون القريب من الجري. خلاص يعني. ماشي. تمام. ابراهيم دلوقتي حضرتك هتورينا ايه؟ عندي بنطلون هنا مقاس 8 اكس حاجه زي كده. الله. ثانيه واحده معلش تيجي في الاضاءه. اه كبير قوي. حاجه زي كده. دخمته ايه يا استاذ ابراهيم؟ دخمته ميلتون. ميلتون. ميلتون اه. بس رجله مفتوحه من تحت. ده سعره كام؟ ده سعره بعد الخصم باذن الله 200 جنيه. 200 جنيه. أوه. ولو اشتريت 3 قطع عليهم قطعه هديه. لو اشتريت 3 عليهم قطع هديه. الرابعه هديه. طب يعني 4 قطع ب 600 جنيه يعني الواحد واقف على 150 جنيه. اه جميل جدا. ده اصلا كان سعره 320 جنيه. اه فانت بينزل من 320 ل 150 جنيه يعني اكتر من النص. تمام. وده يمشي صيفي وشتوي ولا صيفي بس؟ يمشي صيفي وشتوي يا فندم. تمام. طب الوانه ايه بحيث ان انا اخدت 4 قطع؟ الوان زيتي. اه الزيتي الغامق حلو قوي. بيكا. قامته بيكا. اه بيكا. تمام. تمام. وعندي من اللون الجراي. الجراي تحفه. تمام. اه عندي برضو حاجه بسوفت باستك. لو الجست برضو مش عايز حاجه، عايز حاجه كبيره. أوه. تمام. بس عايز حاجه باستك من تحت بنوفر له برضو حاجه سوفت خامتها جميله جدا حاجه زي كده. اه رجله متقفله من تحت. رجله متقفله من تحت باستك. اه وكمان جيوبه الجيب بتاعه كبير. تمام. تمام. ده سعره كام بقى؟ ده سعره برضه نفس الكلام بعد الخصم 200 جنيه ولو اشتريت 3 عليهم قطعه فري. ماشي. بس اول واحد احنا شفناه كانت خامته ميلتون ولا خامته جبردين؟ اول واحد احنا شفناه ده خامته ميلتون. لا مش ده، انا ما اقصدش ده اللي هو اللي كان رجله مفتوحه من تحت. ده بيكا. بيكا يا اه بيكا مش ميلتون. لا ده بيكا. ده بيكا. اه وده سوفت. سوفت. تمام. وده ميلتون. ميلتون. عندنا 3 خامات. اه على حسب ما الجست بيستريح في الخامه بنوفرها له. تمام. تمام. طيب اللي خامته اللي هو ده الرصاصي اه السوفت ده بقى داخل برده معانا 600؟ تمام. اه تحفه. رخيص جدا. بعد الخصم 200 جنيه. طب الخامه دي غاليه اصلا. تمام. تحفه تحفه. قبل الخصم كان ب 320. اه انا عارف. طب ده الوانه ايه معلش؟ ده المتوفر حاليا اللون ده بس. الجري بس. اه تمام. طب هلو هياخده لوحده بحيث ان مفيش لون تاني ب 200؟ ب 200 جنيه. جميل جدا. واكبر مقاس فيه؟ اكبر مقاس فيه 8 اكس. 8 اكس. واصغر مقاس؟ اصغر مقاس فيه 1 اكس بس مش متوفر حاليا عندنا بس بنوفر للعميل 8 اكس. شورتات الميلتون اللي عند الاستاذ ابراهيم؟ عندي برده شورت ميلتون زي كده في اللون الجراي ده. الله حلو قوي. ده لحد برده 6 اكس. تمام. سعره كام؟ ده سعره 220. 220. تمام. اه وعليه خصم 20%. 20%. تمام. تمام. وعندي برضو اللون الكحلي منه. اه يعني هو متوفر الرصاصي والكحلي بس. الرصاصي والكحلي والاسود. تمام. تمام. الحقوا بقى يا جماعه لان دي التصفيات اللي هم عاملينها في الاخر يعني ده خلاص كده بعد كده هيجيبوا الشتوي صح كده؟ فعشان كده العروض دي متوفره والكميات محدوده طبعا لان دي كده تعتبر تصفيات الصيف. ده اللون الثاني اللي هو الكحلي. اللون الكحلي. تمام. تمام. وعندي برضو اللون الاسود منه اللون الاسود. متوفر اللون الاسود. تمام. تمام. كحلي والجراي والاسود. شفت ده في منه 3 الوان. تمام. شفت ده في منه لغايه 8 اكس. اه جميل قوي. تمام. في ده اللون الزيتي. اللون الزيتي. تمام. اه في كمان اللون مقاسه كبير قوي. الليتي ده اللون برده ده تحفه جدا 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 يعني. اه اه بطيخي. تمام. اه
جميل قوي. اه اشتري منه قطعه ب 200 جنيه تمام. لو اشتريت قطعتين عليهم قطعه فري يعني ثلاث قطع ب 400 جنيه. الله تحفه. وفي لون كمان اهو في لون وكمان في لون متوفر اللون ده الرصاصي ولا الكحلي ده؟ ده رصاصي. الله رصاصي تحفه جميل جدا جدا. في منه ثلاث الوان اشتري ثلاث قطع دول ب 400 جنيه أوه. القطعه ب 130 جنيه بس. تمام تحفه. قابلت الاستاذ محمد جمعه. اهلا استاذ محمد. أهلا هو صحيح. حضرتك بتشتري من هنا صح؟ اه عارف. طب وايه رايك في الخامات والتعامل هنا؟ لا والله الخامات هنا نظيفه جدا وبصراحه حتى الاسعار برضو تمام يعني الاسعار يعني زي اللي بره بس هنا الخامه نظيفه يعني. تمام والتعاملات هنا كويسه وبتلاقي المقاسات متوفره كلها؟ المقاسات كلها متوفره. معلش انا تعبت حضرتك والله وعطلتك. كتر خيرك. اتشرفت بحضرتك. شكرا. لا احنا تعبنا حضرتك يا استاذ ابراهيم. معلش حقك علينا يعني. نشرف اي حد يجي من طرف حضرتك ومن طرف القناه. الله يخليك. باذن الله اي حد يجي من طرف القناه ليه خصم من اول 10% لحد 30% وليه يشتري قطعتين نص كم وعليهم قطعه هديه وكمان على الخصم وفي خصم على الشورت ده ب 300 جنيه وبعد الخصم 240 جنيه يعني عليه خصم 20% تمام. والشوز برده ممكن نعمل له عليه خصم 20% تمام. والبنطلون برضو واللي عندي برضو اللي شوتر جبردين ممكن يعملوا على خصم 20%. كل حاجه اي حد جاي من طبع قناه ام سيف عليه ام ايساف ايه ايساف ايساف ام ايساف عليه خصم. اي حد جاي من طبع قناه ام ايساف عليه خصم باذن الله من اول 10% لحد 30% وكمان في قطع فري متوفره. تمام. ولو حد عايز مقاسات كبيره يا جماعه هم بيقدروا يبعتوا للمصنع بتاعهم بيعملوها له مخصوص وبتبقى بنفس السعر ما بتبقاش بتكلفه زياده. تمام. وممكن تتواصلي معانا من خلال البيج مستر اكس الثلاث فروع اقرب فرع لحضرتك تكلميه وتتابعي معاه وفي خلال يوم او اتنين بيبعت المندوب بالقطع اللي حضرتك طلبتيها وكمان بيبعت قطع تشكيله مختلفه وبيبعت معاك كذا مقاس بحيث لو مقاس كبير بتاخدي المقاس الصغير والعكس صحيح. تمام. كتر خيرك يا استاذ ابراهيم. معلش تعبنا حضرتك ونشوفك دايما على خير وربنا يجعله في ميزان حسناتكم. ويا جماعه ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.